النازحون وضعهم مأساوي جدا جدا، حيث أن المدرسة المخصصة أو المفترض أنه بها 1000 نازح، الآن نتحدث أن أقل مدرسة بها 10,000 نازح. أي نحكي عن تكدس كبير جدا داخل المدارس التي من المفترض أن تحميها الأونروا أو توفر لها المساعدات. وما يدخل إلى شمال مدينة غزة لا شيء، تحدث أن شمال مدينة غزة مدينة وشمال قطاع غزة لا يدخل لهم منذ 40 يوما ولا ذرة من الدقيق. أما في جنوب وادي غزة ما يدخل عبر معبر رفح مع الأسف الشديد قليل جدا أمام احتياجات كبيرة. فبالتالي الوضع مأساوي جدا في قطاع غزة ككل، لربما في جنوب وادي قطاع غزة هو أقل ضررا وخطورة مما يحدث في شمال مدينة غزة. المطلوب الآن باعتقادي أن المساعدات يجب أن تتدفق إلى قطاع غزة بنسب كبيرة، لأننا مقبلين على شتاء والوضع جدا جدا خطير، تمام، ليس على المستوى حتى الإنساني، حتى على المستوى الشعب ككل بات لا يجد مكانا ليسكنه. يعني نتحدث عن حرب طويلة، يعني 40 يوم حتى اللحظة، ولا يوجد ملامح إلى وقف إطلاق النار. هذه الملامح التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار حتى اللحظة لم نسمع أي بوادر لها. الشعب أو الفلسطينيين النازحون الموجودون داخل مخيمات اللجوء أو داخل مدارس الأونروا تتمنى أن يتم أي اتفاق هدنة حتى يرتاحوا نوعا ما من هذا الضغط الذي يعانونه، من ضغط القصف ومن ضغط الجوع ومن ضغط حتى الملبس. نعم، الغارات الإسرائيلية مستمرة كما تحدثت، لكن نجد أن هناك غارات جوية على حي الأمل بالتحديد في خان يونس. لماذا بالتحديد حي الأمل أو خان يونس؟ يعني 9 شهداء وعدد من الجرحى قضوا بغارة جوية امبارح وأول امبارح في جنوب وادي غزة المفترض أنها منطقة آمنة كما ادعى الاحتلال. 90 شهيد في المغازي وفي دير البلح وفي خان يونس وفي رفح. الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب وهذه المحرقة لم يوجد مكان آمن في أي مكان في قطاع غزة، كل القطاع تحت الاستهداف. نتحدث عن توغل إسرائيلي في شمال مدينة غزة من شمال وادي غزة، وأيضا نتحدث اليوم عن توغل إسرائيلي في دير البلح المفروض أنه منطقة آمنة. يعني في شرق دير البلح اليوم في توغل الدبابات الإسرائيلية، أين المنطقة الآمنة؟ هذا يؤكد أن هذا الاحتلال الإسرائيلي كاذب ومضلل. وهذه ما الذي يريده الاحتلال من ذلك؟ يعني يأمرهم بالنزوح إلى الجنوب ويتبعهم بالغارات الجوية. الاحتلال الإسرائيلي يريد إبادة الشعب الفلسطيني ككل، هو يؤمن بذلك ويعمل عليه. حتى تصريحات يعني ما يسمى بوزير التراث الذي لا تراث لهم يقول أنه من المقترحات أنه يتم إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. إذن هو هدفهم إبادة كل شيء في قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يفوق 12,000 شهيد مدني في قطاع غزة، ليس هناك هدف عسكري، كلهم مدنيين. فالفلسطيني هو هدف هذا الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان في شمال غزة أو في جنوب غزة أو حتى في الضفة الغربية. نتحدث أنه في الضفة الغربية أكثر من 400 شهيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر. إذن لا يوجد فلسطيني في مأمن من هذا الاحتلال ومن جرائمه التي فاقت الوصف، وذلك نظرا لأن هناك من يوفر له الغطاء الدولي، نظرا لأن هناك مشاركة أمريكية فج في هذه الحرب، نظرا لأن هناك مع الأسف الشديد صمت دولي أمام هذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد المدنيين في كل فلسطين وليس فقط في قطاع غزة. نعم، إذا تحدثنا دكتور جهاد أيضا عن نقطة وقوف بايدن إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، هنا نجد اعتراض أساس الأمريكيين على بايدن وإدارته لحرب غزة، كيف ترى هذا الاعتراض؟ هل سيكون تأثير لهذه المطالب لوقف مثلا إطلاق النار؟ نحن نرى أن هناك كثير من الحراك الشعبي داخل الدول الأوروبية وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الضغط الموجود في الشوارع المفترض أنه يعبر عن رأي الشارع في تلك الدول، ولكن هل من المطلوب من الدول أو من إدارة هذه الدول أن تغير رأيها تجاه دعم إسرائيل؟ ولكن مع الأسف الشديد نجدهم متعنتين في
دعم إسرائيل. نتحدث عن ماكرون على سبيل المثال، قال أنه مع حق الدفاع، حق دفاع إسرائيل عن نفسها وأيدها. منذ يومين أصدر تصريح أنه يجب الحفاظ على المدنيين في غزة ولا يوجد مبرر لقتل أي مدني أو أي طفل في قطاع غزة. بالأمس تراجع عن تصريحه، قال قال لم أقصد به إدانة إسرائيل حينما كلم الرئيس الإسرائيلي. هذا ما يحدث، أن مع الأسف هناك تعنت من قبل الإدارات الغربية والإدارة الأمريكية في دعمها لإسرائيل. هل هم يتلذذون برؤية الدم الفلسطيني؟ نحن نسأل لماذا هذا التعنت؟ نحن شعب يحب الحياة ويريد الحياة ويريد الاستقرار، لماذا تمنعون وقف إطلاق النار؟ لماذا هذا الدعم الغير محدود العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ نحن نقول أن من يدير المعركة فعليا على أرض الواقع هم الأمريكان. حينما يكون جزء من مجلس الحرب بايدن ووزير داخل ووزير خارجيته ووزير دفاعه، فنحن نتحدث أن أمريكا هي التي تحارب في الشعب الفلسطيني ليس فقط الإسرائيليين. فبالتالي مطلوب من الإدارة الأمريكية أن يكون لديها على الأقل رحمة في هؤلاء الأطفال، ليس أكثر، رحمة في هذا العدد الكبير من الأطفال الذين استشهدوا ليس فقط لأنهم فلسطينيين، لربما لأنهم فقط أطفال.